السلام عليكم، كيدايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد، بلوك جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو في البريد كيف ديما. اليوم غادي نمشي نتفرج شي حاجه تخصني، حيت بغيت نوجد واحد الشيبه في هاد العشيه. فخليكم معايا ونشارك معكم الشيبه اللي بغيت نوجد. من بعد ما جيت للدار فانا جبت الصخره كامله اللي كانت خاصاني. اليوم ان شاء الله غادي نوجد البقلاوه في الدار. غادي نصايبها بالورقه، يعني ورقه على ورقه، ما غاديش نديرها بالعجينه. اول حاجه غنحضرها هي السيرو. السيرو غادي ندير فيه جوج كيسان وربع ديال السكر، وغندير كاس ونص ديال الماء، واحد نص حامضه مقطعه. غادي نخليه فوق عافيه مهيله، يعني غادي نحركو غير بشويه وغادي نخليه فوق عافيه مهيله. من بعد ما يبدا يغلالي فانا غادي نحسب ليه تقريبا واحد 14 دقيقه وغادي نطفي عليه. هذه هي اول حاجه غادي نصايب، حيت السيرو كيبغي انه يرتاح ويكون بارد، حيت كنخرج البقلاوه من الفران كتكون سخونه وكنسقيها بالسيرو خاصو يكون بارد تماما. دابا غندوز نوجد العجينه اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنايا جوج كيسان ونص ديال الطحين اللي غربلتهم، يعني الطحين من الاحسن يكون خاص بالحلويات يكون رطب. غنضيف معاهم واحد رشيشه الملحه، واحد البيضه كامله، وغادي ندير كاس ديال يوغورت طبيعي، وغادي نضيف الحليب. يعني غناخد واحد الكاس لارب ديال الحليب اللي يكون دافي شويه، هو اللي غادي نبقى نجمع به العجينه. غنبقى نضيف الحليب بالتدريج حتى كتجمع لي العجينه وكتكون شويه قاصحه. غادي نجمعها في بلاستيك غذائي وغنحطها جانبا ترتاح. من بعد ما حضرت العجينه كيف ما شفتوا فهو ما قطعتش ليا كاس لارب كامل الحليب، فبقى واحد شويه حطيتها ترتاح. ودابا غادي نحضر العقده اللي غادي نعمر بها البقلاوه. بالنسبه للعقده فممكن تختاروا اي حاجه، اللوز، كاوكاو. انا هنا اختاريت تقريبا واحد جوج كيسان ديال الكاوكاو اللي حمرتهم، طحنتهم مع جوج معالق ديال السكر، درت لهم واحد الرشيشه ديال القرفه خفيفه وصافي. وغادي نطحنهم مزيان. غادي من بعد ما غادي تطحن ليا كاوكاو فانا غادي نخليه شويه مهرمش، يعني ما غاديش نخليه يطحن حتى يتعجن. وغادي نزيد ليه واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، غنجمع به الكاوكاو وغنحطو حتى هو جانبا على ما نوجد البقلاوه. صراحه هاد الاكله هادي كتكون زوينه، ولكن بقوه ما انها زوينه فهي فيها شويه تمارة وشويه الخدمه،
وخاصه هاد البقلاوه اللي كتكون على الطريقه التركيه فهي شويه صعيبه في الخدمه. المهم من بعد ما رتحت ليا العجينه خليتها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه، غادي ناخذها وغادي غنكون منها كويرات متساويين في الحجم مع بعضياتهم. غادي ندير تقريبا 8 ديال الكويرات، يعني باش غادي ندير 4 4 4 مع خاصني نفرق يعني الكميه العجين نفرقها على جوج، ندير اما ندير 8 اما ندير 12 اما ندير 16، المهم ديما نقسم على جوج. حيت مثلا هنايا انا درت 8 باش غادي ندير 4 ديال الكرات مع 4 ديال الكرات. من بعد ما صايبت الكرات ديالي فانا غادي نبدا دابا نطلق العجينه. كل كره غادي نطلقها شويه وغادي نحطها جانبا، يعني ما غاديش نطلقها بزاف، غادي نطلق العجينه غير واحد شويه يعني تسرح ليا شويه، وغادي نضيف ونزيد الكره الثانيه نديرها فوق منها. وانا كنطلق بنشا، وما بين كل عجينه وعجينه فانا غادي ندير نشا، يعني غادي ندير 4 ديال الكرات مع بعضياتهم ونخليها ترتاح ونعاود ندير عاوتاني 4 مع بعضياتهم. فخليكم مع الفيديو، هو شرح راسو براسو اكثر احسن من نشرح انا. كيف ما قلت لكم هي كتبغي شويه الخدمه وشويه الجهد، ولكن تيقوني كتجي بنينه. وبهذه الطريقه غنكون ساليت كاع الكرات اللي عندي، فعطاتني جوج ديال العجينات كيف كتشوفوا. هذه هي الاولى اللي كنت صايبت، غادي نحاول نطلقها مزيان. هنا ما غاديش نستخدم النشا كاع مره، غادي نبقى غير كنطلق ديك العجينات مع بعضياتهم حتى غيلتصقوا مع بعضياتهم مزيان، وغتولي عندنا العجينه بسمك رقيق بزاف. صافي بهذه الطريقه هذه غنكون حصلت على الطبقه الاولى اللي غادي ندير في المول. غناخذ المول اللي غادي نصايب فيه البقلاوه، غادي ناخذ العبار ديالو. وبالنسبه للزوائد فانا ما غاديش نرميهم، غادي نقطعهم وغادي نحطهم حتى هما كطبقه من الفوق. ونفس الشيء غادي ندير بالنسبه للعجينه الثانيه اللي بقات ليا، فتا هي غادي نرققها مزيان حتى كتولي ليا رقيقه. ومن بعد غادي ناخذ الفورمه ديال المول. بالنسبه للزوائد هنا فهم الاولين غنخدم بهم. اول حاجه غادي نديرها هي الطبقه ديال الكاوكاو اللي وجدت، غادي نسرحها فوق الطبقه الاولى ديال العجينه بحال هكا. ومن بعد غادي نزيد دوك الجوانب هما الاولين ديال العجينه من الفوق، وعاد غادي نزيد الطبقه اللي كتبقى لي متساويه هي اللي غادي تجيني من الفوق. صافي من بعد غادي نقطع البقلاوه على الطريق على الشكل اللي بغيت انا. واخر حاجه غادي نديرها هي انني غادي ندوب واحد الكميه ديال الزبده غنديرها من فوق منها وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران فخاصو يكون سخون ودرجه الحراره 180، غنخليها كتقبض تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه ديال الطياب. ومن بعد غادي نخرجها، خاصها تكون سخونه، غنخرجها غنكب عليها السيرو اللي وجدت وغنعاود نرجعها واحد 5 دقائق للفران عاد نخرجها في مره. وهكا غادي نكونوا وجدنا البقلاوه ديالنا ديال نهار اليوم.
وهذه هي البقلاوة من بعد ما خرجتها من الفران. الصراحة كتجي رائعة مقرمشة، كتجي بنينة، طريقة سهلة، وتحضريها في العشية هكا الكوتي أو تحضريها للوليدات. كنتمنى إن شاء الله أن الاقتراح ديال اليوم يكون نال إعجابكم، وتجربوا الوصفة على الشلة وتقولي لي كي جاتكم. إلى اللقاء.